نبدأ هذا الأسبوع رحلتنا السياحية في جزيرة جافا الإندونيسية بزيارة متحف يعرض التطور الجيولوجي لهذا البلد منذ 50 مليون سنة. كما سنتجول وفي فترة بعد الظهر على متن حافلة للتعرف على أهم المناطق السياحية في هذه المدينة التي تتمتع بملامح آسيوية مميزة. هيا بنا. من أهم المعروضات هنا في القسم المخصص في المتحف لجيولوجيا إندونيسيا النيزك الذي سقط في مقاطعة ماديسون عام 1884 ويزن 156 كيلوغراما. كما تعرض هنا في قسم الحفريات هياكل الديناصورات لا سيما التيراناصور الشهير وهياكل حيوانات أخرى من فصيلة الفيلة. كما توجد نسخ مطابقة للأصل من جماجم لبشر عاشوا في عصور ما قبل التاريخ. أنصح بزيارة الطابق العلوي للمتحف المزود بتقنيات بصرية متقدمة ويقدم أفلاما خاصة عن البراكين التي تكثر في هذه البقعة من العالم بالإضافة إلى المعادن مثل الذهب والفضة والزنك. نستقل الآن حافلة سياحية تأخذك عزيزي السائح في جولة حول مدينة باندونغ للتعرف على أهم معالمها. تنطلق الحافلة من بلاي كوتا لتعبر البلدة القديمة، إذ تمكن مشاهدة آسيا أفريكا ستريت، المكان التاريخي الذي عقدت فيه أول قمة آسيوية إفريقية في 50ليات القرن الماضي، وكذلك شارع براغا الذي تكثر فيه المقاهي والمطاعم ومتاجر الأزياء ويسمى هنا بشارع باريس الإندونيسي. أنصح بالنزول من الحافلة والتمتع بأجواء الحدائق في هذه المدينة كحديقة فوتو بارك في شارع إنجريك أو حديقة سوبر هيرو بارك في شارع بانغا وان. ليث بزاري، العربية، جزيرة جافا، إندونيسيا.